لو احنا بنتكلم في المسار الاقتصادي واي مسار اخر لازم تحكمه عوامل مع بعضها متشابكه ومؤثره على القرار اللي هيتخذ. وهنا هي دي فلسفه الحكم. اللي قاعد وتحمل مسؤوليه الدوله والحفاظ عليها وعلى تقدمها وعلى مستقبلها هو اللي لازم ياخده ينتبه لكل خطوه قبل ما يخطوها. ان مجابهه هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدوله بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمه والتي تتسم بالخطوره.